التوب، انا بنصحكم تحضروا الكالكيلاتريس. كيس عضلي كيس بالروك. عندنا اليوم ثلاث مواهب عن جد، من اشطر الناس من اذكى الناس، وبنصح كل شخص ما بيعرف شخص مثلهم يتعرف عليه، لانه بيساعدوكم بتقسيم الفواتير، بحس بالسوبر ماركت، فواتير تبع السوبر ماركت. السوبر ماركت رح نتعرف على لوان. كيفك لوان؟ قد ايه عمرك؟ 12 سنه. غندي قديش؟ 13. غندي قديش؟ 13 سنه. عماد حيدر 13 سنه. 13 سنه. واكيد دكتور هادي. نحن جايين عنا المشاهدين اللي مع المواهب اللي معنا، عنده الموهبه فيري سبيشال موهبه، في منهم بلبنان بس نحن عم نحكي مع ابطال عندهم الكاسات اللي احنا حدي. فيك تفسر لنا اكثر عن الموهبه تبعهم؟ اول شيء الاولاد الشباب هن بمؤسسه اسمها اي سي ماس جينيس ماب. هذه المؤسسه بلشت سنه 2008، ونحن من سنه 2008 لليوم عم نشتغل على مواهب هول الاولاد. اول شيء بدي اقوله انه في اي تلميذ يفوت على مؤسستنا دون استثناء، في يكون عمره من 4 سنين ل 14 سنه، والاهل بيصيروا بيشجعوا ساعتين بالاسبوع بفوت على مؤسساتنا. نحن منتشرين ب 70 مدرسه ومركز بلبنان، من كل المناطق اللبنانيه. وفي عندنا كل سنه بنسوي كومبيتيشن، هذه المسابقه بتكون للمتفوقين بلبنان. السنة عملنا أكبر مسابقة بالعالم من بعد الهند والصين، كان فيها 1000 تلميذ والشباب كانوا أبطال فيها. رحنا يعني باختصار للمشاهد، نحن عنا يعني التلكيل المعطي الحسابات الذهنية صح، سريعين فيهم يعني بشكل صح، كتير سريع. أكيد رح نعمل هلأ تيست نشوف قد سريعين فيهم، رح نعمل أكثر من هني حيتحدوك هلأ يتحدوني في تحدي معي كمان، رح نشوف قد بيحسبوا بسرعة، رح نشوف قد يعني هالموهبة، رح تجربوا تفسروا لنا أكثر، لأنه إحنا لاحظت كنا بالباكستيج بيعملوا بإيديهم، رح تجربوا تفسر لنا إياها أكثر. قبل ما نقول على الموهبة ونشوف كيف بيعملوها، عنا فيديو صغير عن شخص اسمه وائل، هديك السنة كان هديك الأحد كان ضيف معنا بيلعب على البيانو، بعتنا الكليب خلينا نحضره مع بعض. أنا اسمي سامر نصيف من لبنان، أنا بروس من عمري 6 سنين، بلشت لحالي طلعت التلفزيون وقلدون، وصار لي سنة ونص تقريبا بتعلم عن سحر دانس سكول. بشكر كتير سحر لأنه عم تعلمني وعم كتير طورني بالرقص، ومن حس أنه الموسيقى خلقت معي وقت ما أنا ولدت، فبلشت أنا بيانو عمري 7 سنين، عمري 12 سنة وبعد لهلا عم بتعلم. اليوم بي عمل شو فيه ميوزيكال ودانسينج، أكتر شيء يعني أغاني روك وبوب روك، جماعة من مش وحدة بند، كذا بند، وفي رقصتين وكتير رح نتسلى ورح تكون كتير فوني. يعني اكيد حضرنا هلا الفيديو، رح نقول معكم. رح اول شيء رح بلش اتعرف على الشباب اللي معنا، رح نحضر الكليب اللي عنا اياه ورح نرجع نبلش بالكالكول تبعهم. اوكي، رح نبلش اكيد معك لواند، فينا نعطي الميكرو. تفضل لواند. لواند عرفنا عن حالك اكثر، كيف بلشت هالموهبه؟ كيف عرفت انه انا بحسب بسرعه، او ليه بلشت بدك تحسب بسرعه؟ لما كنت بالمدرسه كانوا مثلا اهلي لما كنا بالمدرسه ما كنتش اعرف مانتل هيك، بس لما هيك مره كنا عم نروح مع بيي بالسياره لقينا هيك اعلان على بالشارع مكتوب اي سي ماس حساب الذهن الفوري، ام بيي نقلت الرقم على التليفون، ام لما نقل الرقم على التليفون حكى معهم قالوا في عندك يعني مراكز كتيرة، في منهم بجيب جنين وانا قاعدة بكامد يعني قريب علينا، ام بي راح اتبعوا الكامد سجلنا هونيك، لما كنت متسجل ما كنتش اعرف عربي كل هالقد، يعني كنت احكي معهم كردي شوي ما كنتش اعرف عربي، لما سجلنا وهيك اول مسابقة لما عملناها فتنا على المسابقة، يعني لقيت يعني استغربت هيك ما يعني كنت خايف شوي. هلا يعني عملت اول مسابقه وتعلمت معهم عربي اكثر، يعني تعلمت تمكنت من اللغه العربيه، وبتلاحظ انه بتفيدك بالحياه؟
ايه كتير، مثلا لما بالمدرسة لما تكون المعلمة مثلا عم تشرح شي معادلة هيك كبيرة ما بتكونش تعرفها، بتقولي مثلا لو انت اعمل لها المعادلة، ام انا بعمل لها اياها. وبتحس حالك صرت قوي انت بالحسابات وشو بتحب تكمل فيها بعدين؟ ايه بح ان شاء الله. غندي كيفك؟ تعرفنا اكثر عن حالك. غندي غندي شادي خداج من اكاديمية الشرق الجديد من ابرشمون. هلا انا صار 3 سنين بالاي سي ماس. هلا هي وقت فوتوها على المدرسه، وقت فوتوا المنهج على المدرسه بلشت فيها انه عادي مش كموهبه وهي، بس مع البراكتس وهيك اشياء يعني توفقت فيها. وقد ايه بتتمرن بالنهار او بالجمعه فينا نعتبر؟ هلا ما بدك اكثر من اليوم مثلا 10 دقائق ربع ساعه كل يوم، كل يوم 10 دقائق ربع ساعة. والفورمولات تكون عارفها بتتمرن هذا الوقت وبتصير تفوق فيها. وبتحب تكمل فيها بعدين؟ ايه اكيد ان شاء الله. عماد، عماد كمان انت كيف بلشت بهالموهبة؟ كيف قررت تتعلم بالاكماس؟ اول شيء اسمي عماد حيدر، كنا رايحين ظهرين يعني. سالوني اهلي انه انت حابب تفوت شيء تطور الماث اللي عندك يعني. انت كنت قوي بالماث يعني قبل هلا قوي تحسنت شوي، صرت اطبق العلمي يعني 26 فتت اول طور الماث عندي، طورت كل الذهن يعني، صرت هلا بتاريخ وجغرافيا يعني هيدي ساعدتك كمان بالتاريخ وبالجغرافيا وبكل شيء يعني، مش بس فانا اعتبر بالحسابات صرت ساعدتك بكل، وطورت لك شخصيتك يعني اعتبر اكثر. ايه اكيد يعني صار عندي احفظ اكثر. وبتحس يعني بدك تكمل فيها بعدين اما بدي اوقف انا فتره من الفترات؟ كمل، بدك تكمل فيها. رح نحضر الكليب هلا القصير معنا، رح نرجع ننتقل مع الدكتور هادي ورح ننتقل على الحسابات. انا بعدني هلا شوكت لانه هيدي اللي عم نحضره بلبنان. بلبنان صح. يعني كانوا كم تلميذ، كم طالب كان عندنا؟ 1000 تلميذ عم يتسابقوا من 70 مدرسه ومركز بلبنان. هول ال1000 تلميذ هن اوريدي ببرنامجنا بالاي سي ماس جينيس ماب متفوقين بمدارسهم، اخذنا المتفوقين. المتفوقين على المتفوقين. متفوقين على المتفوقين، فطلعوا 1000 تلميذ، هول ال1000 تلميذ هن اللي عملوا كومبيتيسيون. من بعد الكومبيتيسيون اللي عملناها كان عندنا 90 اول ثاني ثالث رابع خامس على لبنان، اخترنا منهم 11 تلميذ. كيف صار الاختيار؟ مش اخترنا، اللي هن توب شامبيونز يعني. أوكي. كانوا هن الاوائل، هو الاوائل ال11 سافروا معنا على المسابقه العالميه اللي صارت هيدي السنه من اسبوع بس بالاردن، وال11 تلميذ اللي سافروا طلعوا 11 اول بالعالم. فجينا جبنا 11 كاس. بس
والله عن جد برافو. وبتلاحظ انه هون على الفيديو قد ايه في عندك ناس بلبنان متفوقين مثل ما قلت وبيحبوا هالشغله. رح نبلش هلا نعمل شويه كالكول. شويه كالكول اوكي. اعتبره رحت على السوبر ماركت اشتريت كيس. طيب نحن حنعمل كالكول لانه كل تلميذ هن بمستويات مختلفه بحسب عمرهم قد ايش صاروا مبلشين عنا. نحن مثل ما قلنا فينا ناخذ اي تلميذ شو ما كان عمره وبيوصل معنا بمراحل يعني بليفلات مختلفه ونحن بنصير بنطور فيه خلال ساعتين بس بالاسبوع بيوصلوا لمراحل متقدمه جدا. هلا اعلى واحد فيهم لشاب هو بعده بالمستوى الخامس، بعد عنا تقريبا ست مستويات بعد اعلى. اوكي بعد في ستة بعد اعلى منهم. سؤال قبل ما نبلش، يعني اذا حدا هيز انترستد هلا بيشوف في عمر معين ما بقى فيه من 4 سنين ل 15 سنة اي تلميذ بهالعمر شو ما كان مستوى الدراسة في يتصل فينا على الفيسبوك، في يبعث لنا رسالة ACMAS Genius Map مثل ما شافوا على الفيديو فيسبوك، بفوت بياخد الكونتاكت وفي عنا 70 مركز بلبنان. فوق ال 15 رحت علينا؟ لا نحن هلا عم نشتغل شيء بعد ال 15 بس ممكن مرق شيء لك خاص يعني. طيب حنشتغل اول شيء بحسب المستويات، بنبلش حنعمل شيء للثلاثه مع بعض وبصيروا هن بيعطونا الجواب. هلا انا لما ما اقول ساين معناتها بلس. اوكي يعني لما اقول مثلا 6 5 3 قصدي فيها 6 بلس 5 بلس 3 لحتى نكسب وقت، ولما يكون في ماينس بنقول ماينس. أوكي. متفقين؟ اتفقنا شباب؟ جاهزين؟ يلا ريدي. يعني اذا بدك تفكر فيها بدي احسبهم على الكالكولاتريس. حناخذ واحدة اعلى 3 ديجيتس 3 ارقام بالهندردز. يلا بلس وماينس 352 155 512 minus 625 521 minus 325 527 minus 295 234. That's it. Aymad 938. ممكن الجواب باز؟ قايل له الجواب من قبل. انا وافقت انه قال جوني كثير حلو قايل له الجواب. حافتح كالكوليتر وحناخذ شيء راندوم. لا بس كنت عم بمزح. اوكي نو بس بس هذا تحدي بس كمان. برافو لانه احيانا الاهل بيقولوا انه محضرين عاملين كذا، حنسكر الورقه وحنعمل شيء راندومينج. اوكي يلا 867 357 284 plus 347. That's it. Aymad 2,457. ممكن تتأكد؟ بدي بس الكاميرا تاخدها 2000. أخدتها 451. اوكي هلا بعد بدنا نطول بعد بدنا نكبر بعد. اخر وحده بس اذا فينا نعملها مع يعني الفيرجول. اوكي اخر وحده حنعمل شيء مع فيرجول. The want? 573.6. Okay. 573.6. Okay. وفينا نكفي بعد الفاصلة 20 رقم بعد الفاصلة. 20 رقم بعد الفاصلة؟ فينا نوصل لهالمرحلة بالمراحل المتقدمة. طب أنا سؤالي يعني بدي أسألك هلا آخر أسئلة مع بعض، بس إذا الصبي غلط. Okay. عادي. شو يعني؟ إذا الصبي إحنا أي تلميذ عنا
معرض انه يقول صح ويقول غلط، بالعكس اذا قال غلط بنزقف له مرتين مش مره واحده، لانه بنشجعه لحتى يرجع يكفي. وبنلاحظ انه في كثير احيانا مثل ميزنا هن عم ندربهم بيكونوا بالصفوف الدراسيه عنا بيغلط بقول الجواب الغلط بيرجع بيصحح شوي شوي. هو الهدف نعمله نحن التريننج والثقه بالنفس، كل ما بنشتغل عليه كل ما بنقوي الثقه بنفسه. ولاحظتوا انه في الاولاد عم يعملوا بايديهم حركات، هن بالاساس عم يشتغلوا على هيدي الاداه اللي شفتوها بالريبورتاج اللي هي الاباكوس، ونحن باليابان لانه نحن كل شغلنا وشركائنا باليابان بنسميها سوربان. هيدي السوربان بكون هو عم يتخيلها براسه عم بيطلع وبينزل الخرزات، لانه كل خرزه تعني له الرقم، نحن حولنا الارقام من شيء مجرد الى شيء محسوس، فاصبح كانه عم يتخيل انه عم بيطلع بنزل ارقام، بصير الايماجيناسيون تبعه والديسكفري يعني التخيل والتصور عنده عم بيزيد بمستوى عالي جدا. بتشتغل على التخيل، بتشتغل على الشخصيه، التحليل المنطقي، الخيال، التركيز، الذاكره. فنحن مثل ما قال عماد قبل شوي مش بس الهدف هو انه نعمل كالكول مونتال ونحل محل الكالكوليتر، ابدا الهدف هو انه يصير في عنا تلميذ متفوق بكل المواد الدراسية، وهيدا اللي بيخلي التلاميذ اللي عنا عم يطلعوا الأوائل على الصفوف اللي هن فيها، مش بس بالمات، مش بس بالمات، بالتاريخ وبالجغرافيا وبالرياضيات وبالعربي. يعني هيدا يعني فينا نعتبر الأكمس مش بس للحسابات الاي سي ماس، هو جينيوس ماب، هو هدفه جينيوس ماب هو خريطة العبائرة، الهدف منه هو تطوير التلميذ دماغه بكل شيء بحياته. وأكيد تنصح كل الأولاد يعني اللي عم يحضرونا وعم يسمعونا أو الانترستد يعني حتى لو منه قوي بالحسابات، اي تلميذ في فوت لعنا. وفي عنا تلميذه من 4 سنين فاتت لعنا كان مستواها 7/20 يعني 7/20، وهيدي التلميذه صار هلا مستواها 16/20 من دون اي مساعده بالبيت. لو سمحتك امي من 10 سنين بدي اسالك عن الكاسات بس قبل ما نختم، في عنا 3 كاسات يعني صح عن هون فيرست رانر اب ريجنال كومبيتيشن صح ابريل هون الشباب بس. الشباب نحن عنا تفوقوا بالمسابقه اللي صارت مثل ما قلنا بلبنان من 10 ايام، وتفوقوا بالمسابقه اللي صارت بالاردن المسابقه العالميه، فحصلوا على 3 كاسات. هي نموذج عن ال3 كاسات لانه مثل ما بتعرف نحن مسابقاتنا بتكون هي باشراف مباشر من المنظمه العالميه اليابانيه. أوكي. فهن بيجوا وبيشوفوا التصحيح وبيراقبوا كل التفاصيل اليابانيين، ومن بعدها بنوصل نحن لمرحله انه بنوزع هيدي الكاسات بكون عنا هيك وان شاء الله دائما متفوقين عنا بلبنان اكيد ويرفعوا علم لبنان بالاعلى. بحب اشكركم اكيد كلكم كنتوا معي بدلكم بها مهمه. دكتور هادي ثانك يو لوت، وهيدي كانت الحلقه اليوم غدا.